مثلا الشارع التروطوار في 3 متر من القهوه بغلاطيراس ديال مترو 70 مترو 80 حتى جميترو، تتعطي الجماعه انه يحتل الملك العمومي اللي هو جميترو ديال الرصيف تيحتلها. اذا كانت مثلا مترو 70 تزيدوا مثلا 30 سنه باش تولي جميترو ماشي مشكل تخلص الجماعه، ولكن اش بقات لي انا؟ راه بقات لي مترو فين ندوز، ماشي مشكل اسيدي حنا ما ضد حتى واحد، ولكن خليتي لي مترو فين ندوز صافي ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا اسيدي، دير لا تيراس ودير الباش على 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 الجميترو، الا كان تروطوار فيه 3 متر خليتي لي مترو فين ندوز اسيدي بردا وسلاما، انا خلي ليها فين ندوز، حقي كابيتون حقي، حمي انت القي، حمي انت الباشا، وبقوه القانون خصك تحميني انا كابيتون. علاش انا هبط انا في الطريق، طريق قودروني ديال الناقلات انتهى الكلام. القانون يخول لمن يسير على الطرقات المستعمله للتنقل هي الناقلات، هذا قانون. انا ناقله، انا ناقله غادي وسط الطريق، انا ناقله عندي ماتريكول، علاش خلوني نمشي وسط الطريق وغادي بولادي وسط الطريق؟ علاش؟ لان التروطوار عامر. يلا شكون اللي يحمل لي هذا الحق؟ أبسط حق.